بعد 4 أيام من النقاشات حول أهم قضايا حقوق الإنسان في العالم، اختتمت بمراكش أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان. الجلسة الختامية لهذا الحدث العالمي تميزت بمداخلات للعديد من الشخصيات الفاعلة في هذا المجال. أنا هنا أمثل مؤسسة شكري بالعيد لمناهضة العنف. جئت إلى هذا المنتدى باعتبار أنه لقاء دولي هام جدا في إطار النضال من أجل حقوق الإنسان. كل أشكال حقوق الإنسان مهما كانت بسيطة، نحن نظلنا وسنظل ندافع عن حقوق الإنسان. هذا المنتدى في هذه البلد بالتأكيد أنه مفخرة لكل العرب ومفخرة لكل المنظمات التي تتابع هذا الموضوع، وأنا كعربي لا أشعر إطلاقا بأني بعيد عن بلدي، بل شعرت وكأن هذا المنتدى على أرض وطني. بمشاركة 7000 متدخل من 100 دولة يمثلون كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان عبر العالم، أفضى المنتدى إلى 29 إعلانا تهم خلاصات مختلف الجلسات الموضوعاتية والورشات التي نظمت خلال هذا اللقاء الحقوقي العالمي. في كل ورشة تم تبني توصيات وتحليل لإشكالية ما، ولهذا فنحن سنعمل على إصدار هذه التوصيات التي ستكون في الموقع مباشرة، والتي تشكل بالنسبة لي خارطة الطريق للمعارك والمواعيد الدولية الكونية المقبلة. اليوم نعتبر هذا المنتدى هو تحول في تاريخ حقوق الإنسان، الرسالة الملكية التي رسمت خارطة الطريق والتي ذكر منها البعض من المتدخلين يعني مقتطفات كبيرة جدا. فالمغرب الآن يمكن أن يفتخر وله أن يفتخر بهذا التقدم الحاصل. محفل حقوقي عالمي انعقد لأول مرة في بلد عربي وإفريقي، أتاح إمكانية متميزة لتقاسم التجارب والحوار بين المشاركين على تنوعهم واختلاف انتماءاتهم ومجالات اهتماماتهم. اللقاء خلق فضاء حرا للنقاش العمومي حول مختلف القضايا والانشغالات الحقوقية الكونية، وأتاح الفرصة لمختلف الفاعلين للتداول حول تسريع الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان في مختلف دول العالم.